تعقد القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يومي 17 و18 فبراير شباط في بروكسل. سيجتمع زعماء القارتين لتجديد شراكتهم حول مواضيع كالتجارة والاستثمار والتعليم والزراعة. ولكن بعدما يقرب من 5 سنوات على القمة الأخيرة لم يعد العلم كما كان في السابق. ستكون عواقب الوباء وتغير المناخ في قلب هذه القمة. الهدف من هذه الشراكة مع رؤية 2030 هو تعزيز الرخاء في كلتا القارتين. خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى السنغال، كشف ماكي سال عن أسس هذه الشراكة. طموحنا المشترك للأفارقة وللأوروبيين في هذه القمة هو تحقيق شراكة متجددة وحديثة وأكثر توجها نحو العمل. يهدف الاتحاد الأوروبي إلى استثمار 150 مليار يورو في إفريقيا للتحولات الخضراء والرقمية وخلق فرص العمل والصحة. ستكون هناك منح وقروض، وإذا سارت الأمور كما نريد سنحصل على مساهمة من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الإجراءات. الفكرة هي أن يكون لديك مشروع ملموس وحقيقي. تتمثل هذه المشاريع في إفريقيا في إنتاج الطاقة الخضراء إلى إنشاء البنى التحتية وإنشاء مراكز التطعيم. جمهورية الكونغو الديمقراطية لاعب رئيسي في العلاقة بين إفريقيا وأوروبا. هذا البلد لديه سكان شباب وديناميكيون، ولديه أيضا موارد معدنية كبيرة، لكن وفقا لهذا المحلل هناك حاجة إلى المزيد لتعزيز كل هذه الإمكانيات. إنها التقنية الأوروبية ذات المهارات الأوروبية التي يستمر نشرها في إفريقيا دون تدريب القوى العاملة المحلية، دون نقل التكنولوجيا محليا. لذا فإن النجاح جمهورية الكونغو الديمقراطية يعتمد على أمرين: نقل التكنولوجيا والتدريب الإداري. يبقى تطوير الصناعات والتقنيات المحلية أيضا في صميم رؤية إفريقيا للسنوات المقبلة، وهذا لن يفيد السكان المحليين فحسب، بل سيؤدي إلى تحسين علاقة القارة مع بقية العالم.